السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تبعات القرارات الرئاسية الأخيرة التي يرى فيها الكثيرون محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق والقضاء على ملامح التغيير التي أحدثتها ثورة 11 من فبراير في السلطة. أثار قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين الأخ غير الشقيق لصالح قائدا لقوات الاحتياط سخطا كبيرا بين أوساط الناشطين والمتابعين، وبينما يرى متابعون أن هذا القرار يأتي تجسيدا لنفوذ التحالف العربي على القرار السياسي في اليمن، يرى آخرون أن هذه الخطوات تهدف لإعادة إنتاج رموز النظام السابق الذي أطاحت به ثورة 11 من فبراير. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الأسباب وراء إعادة إنتاج رموز النظام السابق؟ وهل تأتي هذه القرارات وفق رغبة التحالف العربي الساعية لتخطي ثورة 11 من فبراير؟ وما هو دور الشرعية في هذا الصدد؟ نتابع التقرير. تعيينات جديدة تعيد النظام السابق للواجهة من جديد بعد أن طوت ذكرهم ثورة 11 من فبراير. هذا ما فسره الكثير من المتابعين للقرارات الجديدة والتي قضت بتعيين علي صالح الأحمر قائدا لقوات الاحتياط الحرس الجمهوري سابقا بعد عام من صدور قرار تعيين اللواء سمير الحاج قائدا لتلك القوة، وهي تسمية لكيان غير متواجد على الأرض حاليا. فالحرس الجمهوري أو قوات الاحتياط التي كان هادي قد أعاد هيكلتها بعد توليه الرئاسة تحت هذا المسمى تفككت عقب سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء، وتوزع أفرادها بين مقاتلين تلقوا توجيهاتهم من الرئيس المخلوع صالح للقتال مع جماعة الحوثي، ومجامع أخرى عادوا إلى منازلهم، وعدد قليل التحق بالقوات الموالية للحكومة الشرعية في مأرب. مهمة قائد قوات الحرس الجمهوري ليست جديدة على اللواء علي صالح الأحمر منذ أن كان قائدها بداية عهد حكم الرئيس المخلوع علي صالح مطلع الثمانينيات حتى عام 2000، حين تم عزله وتعيين أحمد علي صالح بديلا عنه. وفيما يرى البعض أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تجميع قوة عائلة صالح والتي تبدو مفروضة من الداعمين الخارجيين للشرعية، يرى آخرون بأنها محاولة من الرئيس هادي لسحب البساط من تحت أقدام دولة الإمارات التي تسعى لتجميع قوات الحرس الجمهوري تحت لواء طارق صالح في العاصمة المؤقتة عدن. يهدف القرار الرئاسي إذن بحسب هؤلاء إلى إعادة لملمة القوات الموالية للرئيس السابق تحت قيادة أخيها الموالي للشرعية، في تحدي واضح من قبل الرئيس هادي لأحد أعضاء التحالف العربي الإمارات التي تسعى لإعادة عائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ممثلا بنجله أحمد علي صالح وابن أخيه طارق صالح مجددا إلى الواجهة عبر بوابة الجيش، وتسخير نفوذ العائلة التي حكمت اليمن 33 سنة لمصلحة التحالف الذي يريد أن تظل اليمن تحت قبضته حتى بعد التحرير الكامل إن حدث. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقه مع الناشط السياسي همدان الحقب من القاهره. مرحبا بك استاذ همدان. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. في البدايه، كيف تابعتم قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي الاخيره التي تعيد انتاج عائله صالح الى المشهد من جديد؟ اولا مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام. تابعنا هذه القرارات ونحن يعني مكسوري الخاطر، لأن الرهان على الوهم لا يزال قائم في ذهن الشرعية، فالشرعية لا تزال تتصور أنها بالإمكان أن تجمع قوة ترقى إلى مستوى إسقاط الانقلاب من داخل الأطراف التي انقلبت على الشرعية نفسها، والتي يعني سلمت كل سلاح الدولة وإمكاناتها لجماعة انقلابية قادمة من الكهوف، وفي توقيت خاطئ أرادت أن تقول لهذه الجماعة كفى فأطلقت عليها رصاصة الرحمة. أنا أعتقد أن هذه رهانات خاسرة البتة، ولا يمكنها أن تجدي نفعا في معادلة المعركة القائمة بين الشرعية والنظام السابق.
إذن فهي في الدرجة الأساسية رهان على الوهم، وتغذيها قناعات عدم الرضا من كثير من الداعمين عن ثورة فبراير. فبدلا من أن يعملوا على تجميع بدايا النظام الآفل الذي سلم البلاد بكل ما حوته واحتوته لشلة انقلابية، كان الأولى بهم أن يدعموا الشرعية. يعني لا تزال هناك مئات الخطوات التي كان يجب على التحالف العربي أن يقوم بها داعما للشرعية، لم تتم هذا الدعم على الإطلاق. نعم. وأنا أقدم يعني مثال. نعم همدان، برأيك ما الذي يجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي على تعيين أقارب عائلة صالح من جديد في الدولة؟ أكيد أن هناك أطراف تتبنى يعني إعادة إنتاج عائلة صالح إلى واجهة الحدث، وتحاول يعني أن تسلب أو تسحب البساط من تحت الآخرين ليصبحوا هم الماسكين بزمام الأمر. فما كان لعبد الرب منصور في تقديري أن يقدم على مثل هذه الخطوات دون أن يكون واقعا تحت الضغط الهائل. لبوا لديها يعني أجندات، هي لا تريد المشروع الحوثي لكنها أيضا لا تريد الثورة، هي تريد أن تهزم الحوثي لكنها أيضا تريد أن تهزم مشروع الشرعية وتهزم اليمن برمته كما هو يعني جاري. ويعكس مثل هذا التصرف كما ذهبت أنت يعني إعادة تجميع من هي هذه القوة؟ صالح في نفسه يعني أطراف إقليمية داخلة التحالف العربي. نعم. يعني ترفض أن تكون العلاقات بينها هي والشرعية على قاعدة واضحة وعلى معالم ومحددات يعني بينة. نعم. طيب الآن يعني كما تعلم أستاذ همدان، يمكن الفشل الذي رافق ثورة 11 من فبراير والوضع الذي انتجته حتى هذه اللحظة ودخول اليمن في الحرب منذ 3 سنوات منذ انقلاب ميليشيات الحوثي بدعم من قوات صالح، الآن ربما اضطروا لأن يصلوا إلى هذه الدرجة ويبحثوا عن منقذ ويروا بأن هؤلاء ربما يساعدوا في إنقاذ البلد، ما رأيك بهذا الطرح؟ أنا أعتقد أنه يبدو لي من حيث المنطق أن المؤتمر أولا عاجز عن أن يتحرك ككتلة موحدة بالاتجاه الذي يمكن أن يعمل على تسريع وتيرة إسقاط الإنقلاب. فحال المؤتمر بعد يعني مقتل زعيمه بقى كما هو إلا من النزر القليل الذي استطاعوا أن يفروا إلى مناطق الشرعية أو أن يعلنوا ولاءهم لها، وهؤلاء هم أشخاص بعدد الأصابع. أما المؤتمر فبقى يعني إما خامل لا يستطيع أن يؤدي دور أو مستسلم ولا يزال يؤدي بعض الأدوار باتجاه الإنقلاب لا باتجاه الشرعية. إذن ففكرة أن المؤتمر ممكن أن يرجح المعادلة، أنا أعتقد هذا مبالغ فيه، وهو غير قادر على أن يتحرك ككتلة مكتملة وبشكل يعني منسجم. نعم. طيب همدان يبقى معي، نشارك معنا في الحديث من تعز الكاتب الصحفي أحمد شوقي، مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. مرحبا بك. في البداية أنت أيضا كيف كانت متابعتك لقرارات الرئيس عبد الرب منصور هذه الأخيرة بإعادة إنتاج عائلة صالح إلى المشهد وتمكينها من مؤسسات الدولة خاصة العسكرية؟ نعم، أنا أعتقد أنه القرارات الأخيرة للرئيس عبد الرب منصور هادي فيما يخص إعادة اللواء علي صالح الأحمر إلى قيادة قوات الاحتياط، أعتقد أنها أولا هي جاءت نتائج فشل المرحلة الماضية، فشل القيادة العسكرية في الميدان وفشل عملية إدارة الدولة وبسط الحكومة الشرعية نفوذها على كامل التراب الوطني. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أيضا المتغيرات التي ظهرت في الفترة الأخيرة وكشفت الدور الإقليمي الذي تلعبه بعض دول التحالف من خلال بناء ولاءات خاصة فيها وإعادة إنتاج بعض رموز عائلة صالح، والذي تجسد مؤخرا في محاولة بناء قوة جديدة لطارق محمد عبد الله صالح، وهي القوة التي لا تعترف بالحكومة الشرعية ولا بالرئيس الشرعي، وبالتالي أصبح خيار الرئيس الآن وأصبح خيارنا نحن للأسف ليس بأيدينا، وأصبحنا الآن نقارن فقط بين السيء والأسوأ
وليس مستغربا ان اقصد عوده علي وهل يمكن انه ايضا ما نعم. للاسف يعني استاذ احمد نعم. وهل يمكن ان ياتي الحل ممن كانوا هم السبب في المشكله؟ كما تعلم ما وصلت اليه اليمن هو بسبب هذه العائله التي حكمت 33 عام ولم تكتفي بذلك بل تحالفت مع الاماميين ميليشيات الحوثي وسلمتهم الدوله، كيف يمكن لهم ان يكونوا الان هم المنقذين؟ طبعا هم لم يكونوا المنقذين، يعني على الاقل لن يكونوا المنقذين مجانا، يعني سيكونوا منقذين ربما قد يشاركوا في عمليه انقاذ البلد من السرطان الحوثي، ولكن سيعيدوا انتاج انفسهم داخل بنيه السلطه الحاكمه او داخل مراكز النفوذ مجددا. لكن اعتقد انه الان اصبحت المشكله اكبر من ذلك، يعني الان اصبح انه المشكله هي فقدان سياده الحكومه الشرعيه على البلد، فقدان القرار المستقل اليمني، فقدان دور الجيش الوطني، يعني ليس هناك جيش، يعني دور مرتب، دور منظم، دور فاعل للجيش الوطني، هناك اختطاف للقرار السيادي، وفي نفس الوقت هناك ايضا كان هناك حصل مماحكات وعبث ولعب ومهاترات وشغل صغير ايضا موجود في بعض المناطق وفي بعض المستويات، وهذا الفشل الذي حدث خلال 3 سنوات هو الذي اوصلنا الى هذه المرحله، بمعنى ان السكوت عن بعض التقصير وبعض الجهل والتصرفات الطفوليه في لدى بعض القيادات السياسيه والاحزاب والقوى ادى الى وصولنا الى هذه المرحله. الان نحن يعني كما طرحت انا لك انه ليس امامنا الان خيارات للاسف، يعني حتى الان موضوع رفض علي. وهل اليمنيون مجبرون استاذ احمد؟ هل اليمنيون من الحزب الذي قام باصدار بيان رفض عوده علي صالح الاحمر لقياده قوى الاحتياط، هل اليمنيون مجبرون أن يعيدوا عائلة صالح لكي يكونوا شركاء كما تقول أنت في يعني تحرير البلد وهم أصلا لم يعد يملكوا شيء على أرض الواقع فعليا؟ هو نفس الكلام الذي أنت الآن تقول، اليمنيين بشكل عام لم يعودوا للأسف يمتلكوا من قرارهم شيء، بمعنى آخر الآن إذا كنا لدينا موقف من هذه العملية فلماذا لم تصدر الأحزاب السياسية بيانات تدين فيها او ترفض فيها قرارات الرئيس هذه او تعتبر ان القرار مثلا خارج عمليه التوافق او اي شيء من هذا القبيل؟ يعني لماذا لم ياتي مثلا بعض الاطراف السياسيه تطرح هذا الموقف بوضوح للراي العام؟ لماذا اصلا نحن قبلنا بدور الامارات في السابق خلال المرحله الماضيه هذه في تجيش قوات خاصه فيها وفي عمل بنى خاصه فيها وتاقلمنا مع هذه العمليه وسكتنا عليها؟ لماذا لم نرفض الاستحواذ ولم نرفض عملية الإقصاء والتهميش واحتكار مثلا العمل المسلح ببعض الفئات، بعض المناطق، بعض القبائل، بعض الرموز، بعض الشخصيات؟ لماذا قبلنا بأشياء كثيرة خلال 3 سنوات هذه كلها أصلا؟ بمعنى آخر أنا لا أقول أن نحن مجبرين لأننا أو نحن مجبرين على القبول لأننا قادرين على الرفض، لا بالعكس نحن لسنا قادرين أصلا على الرفض، نحن الآن في حكم العاجزين، في حكم المقيدين، سيادتنا ليست بأيدينا، قرارنا ليس بيدنا، حكومتنا ايضا حكومتنا نفسها ليست بيدنا، وبالتالي على ماذا تعني؟ ما الذي يمكن ان نفعله؟ على الاقل الموقف الرسمي الذي ممكن ان يحدث تغيرا في الشارع الذي يمكن ان يصدر من قوات سياسيه لم يصدر. نعم. فماذا تتوقع منا ان نفعل مثلا في مثل طيب. هذا الموضوع؟ طيب احمد اعود للاستاذ همدان الحقب، استاذ همدان اذا الاستاذ احمد شوقي له وجهه نظر اخرى بان اليمن والاحزاب السياسيه والشرعيه باكملها مسلوبه القرار ولا تملك غير الموافقة على ما يملى عليها، هل فعلا أصبحت اليمن واليمنيون والشرعية والأحزاب السياسية في هذه الزاوية؟ صحيح أن هناك تأثير يعني كبير ودبضة يعني محكمة في بعض الجوانب على الشرعية ومؤسساتها، لكن أنا أعتقد أن المسألة لا يمكن أن تكون بهذا المستوى بحيث أن يتم إعادة إنتاج النظام السابق والشرعيه غير قادره على ان تفعل شيء، هذا تنازل عن كل تضحيات اليمنيين وعن فبراير واهدافها وتضحيه شبابها، فتاثير التحالف يعني موجود لكنه ليس بمستوى يعني ان يزيح الشرعيه تماما ويبني بديلا عنها من داخل الطرف الذي يعني دامت في وجه الثوره. نعم. طيب اذا نعم. الحل من وجهة نظرك همدان؟ انا ارى ان الحل هو بناء مؤسسات الشرعية وتمكينها وتمكين الدولة بمختلف مؤسساتها
من ممارسة مهامها أولا في المناطق المحررة، ثانيا تغذية الجيش الوطني على الأرض. لا يكفي أن تضرب وتضرب من على الجو، وفي نفس الوقت لديك من الإخطاء ما يهيج الشارع، يعني الذي هو في الأساس ملقي بسجله لصالح الثورة والمقاومة، أن تهيجه في وجهك نتيجة لهذه الأخطاء الهائلة. ادعم على الأرض، مثلا ما الذي أوصلتموه إلى جبهة مريس، هذه الجبهة التي قامت بجهود ذاتية وقدمت حتى الآن 240 شهيد فضلا عن 900 جريح، لم تصلها حتى عربة واحدة لإسعاف الجرحى، خذ هذا على سبيل المثال. إذن فأين الدعم الذي يرجع إلى مستوى تحرير البلد، ومن ثم يعطيك أنت يعني كتحالف الحق في أن تقول أن من حقك أن تبني أو أن تبحث عن قوة بديلة، ما دامت هذه القوة القائمة على الأرض حاليا والتي تقدم قوافل الشهداء غير قادرة على أن تتقدم. نعم. أنت لم تدعم هذه القوة بالشكل الكافي، وبالتالي تبحث عن قوة بديلة، أكيد سيكون وضعها نفس الحال. نعم. والقوة التي لم تكن أمينة يوما وهي تمتلك كل مؤسسة الدولة وإمكاناتها على البلد وعلى الجمهورية، هذه القوة التي فرضت بالجمهورية بين عشية وضحاها، لا يمكن أن يكون لديها ذلك الاستعداد الذي تتمتع فيه الثورة والمقاومة والشرعية. نعم. التضحية من أجل استعادة هذه الجمهورية واستعادة هذا البلد. شكرا لك الناشط السياسي وأحد شباب الثورة الأستاذ همدان الحقب، كنت معنا من القاهرة، ونشرك معنا في الحديث من تعز الكاتب وسام محمد. مرحبا بك وسام. مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ وسام. هل انتهت الخيارات أمام الشرعية وأمام التحالف العربي حتى تتحول إلى إعادة إنتاج عائلة صالح من جديد وتمكينها من المؤسسة العسكرية من جديد؟ النقاش العام الآن أصبح يدور حول ضرورة إصلاح وضع الشرعية وضرورة بناء برنامج حقيقي لاستكمال المعركة، وبينما الناس تتلقى خطوات عملية في هذا الاتجاه ليس أخر كثيرا، فتأجأنا بإصدار قرار لتعيين علي صالح الأحمر قائد قوات الاحتياط. هنا الشرعية تقريبا ماضية في طريقها الذي تستخف فيه بتضحيات اليمنيين، ولم يعد أمامها سوى إعلان أنها عدو للشعب اليمني. وبينما في الحقيقة هناك خيارات كثيرة كانت ترى على الشرعية أن تذهب في اتجاهها، ومنها إصلاح الوضع السياسي للشرعية وبناء برنامج حقيقي والذهاب نحو إصلاح الاختلالات المرافقة لسير المعركة. نعم. وتجاوز تضحيات اليمنيين بهذا الشكل الذي يحمل مدلولا استخفافيا باليمنيين وبتضحياتهم، وكانه لم يعد امامها سوى ان يعود الى حظيره صالح واسرته. وهل باعتقادك هذه التعيينات ستحدث تغييرا ما اذا ما تعامل اليمنيون معها بحسن النوايا؟ اولا من الصعب ان يتعامل اليمنيين مع هذه التعيينات بحسن النوايا، لماذا؟ لانها تاتي كتتويج لعجز وفساد الشرعية، هذا أولا. وثانيا لأنها أصبحت بمثارة مسمار أخير في نحس الشرعية. الشرعية اليوم أصبحت تحتر قدرها بيدها، واليمنيين بالتأكيد لن يقفوا مقتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات. يعني لا يمكن ولا يعقل أن نستمر في إعطاء الشرعية مزيد من الفرص ومزيد، وقد أعطيناها طوال الثلاث الأعوام ما لم تقم تحرم به. اليوم الحديث عن أن اليمنيين بالإمكان أن يتقبلوا هذه القرارات، أعتقد هو حديث في خارج اللحظة، لأن الأمور وصلت إلى حدودها النهائية تقريبا. اليوم إما أن تعلن الشرعية وتعود عن هذه القرارات وتعلن توبتها وتقوم بإنتاج برنامج لاستكمال المعركة وتوضيح ملامح المرحلة المقبلة، أو على اليمنيين أنفسهم أن يبدأوا التفكير الجدي على طريق إنتاج بديل حقيقي لهذا النظام القائم. نعم. بما يحفظ تضحيات الناس وبما يعني يحترم العقل، وما يوصلنا إلى النتائج التي حلمنا بها والنتائج المرجوة في أقل الأحوال. نعم.
طيب ابقى معي أسامة، أعود للأستاذ أحمد شوقي. أستاذ أحمد، هل باعتقادك أن هذه التعيينات وهذا التوجه المؤخر الذي طرأ مؤخرا هو بهدف القضاء على كل الأهداف التي جاء بها شباب فبراير؟ لا اعتقد، انه الحكومه الشرعيه ربما ايضا بايحاء سعودي او ربما حتى بتقارب مع السعوديه انه لجأت الى خيار التعاون مع بعض رجال المؤتمر الشعبي العام من الذين يقبلون الاعتراف بالحكومه الشرعيه كخيار مر يعفيهم مما هو امر الذي هو استقطابهم من قبل الامارات لصالح بناء قوه كما نعرف هي معادله للحوثيين ولكنها ليست معترفه بالشرعيه. وبالتالي هي خطوه استباقيه ربما لمحاوله بناء استقطاب جديد لقوات الحرس الجمهوري لصالح علي صالح الاحمر او مع صالح علي صالح الاحمر. لم تكن هي ليست مؤامره وليست توجها لضرب الثوره ولا اهداف الثوره ولا شباب الثوره ولا جماعه الثوره، لانه هؤلاء جميعا وان قدموا كثير من التضحيات لكن للاسف ليس لديهم اي حمل سياسي يعبر عن اهدافهم ولا عن تطلعاتهم. ايضا حصل خلال المرحله الماضيه كما تحدثنا في اوقات سابقه على هذه القناه عمليه استقطاب كبيره جدا لعدد من شباب الثوره واغراءهم بالمال والمناصب وال يعني الاغراءات الاخرى وكذا. وبالتالي هناك ايضا حصل عمليه افراغ لشباب فبراير بثوره فبراير لم تنجح بشكل كامل لكنها ايضا حصلت تاثير قوي. الاحزاب والقوى السياسيه الموجوده على الساحه اليمنيه لم يكن لديها مواقف واضحه. اعتقد أن خلال المرحلة الماضية تم عملية يعني هناك صفقات أيضا حدثت في موضوع تعيين علي صالح الأحمر، لأن نحن لاحظنا أول ما سرب الخبر قبل نحو شهر تقريبا حدثت هناك ضجة وحدث جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك وتويتر وغيره حول احتمالية أو أن هناك أخبار حول تعيين علي صالح الأحمر قائد القوى الاحتياط. هذه الضجة لم نشهد لها أثرا خلال اليومين الماضيين بعد يعني عفوا بعد صدور القرار. وبالتالي هناك أيضا صفقة أكيد حصلت بحيث انه يتم شراكه علي صالح الاحمر باعتباره ايضا قريب من اللواء علي محسن الاحمر، وبنفس الوقت ايضا هناك يعني ضمانات لبقاء بعض القاده العسكريين المحسوبين على القوى المؤيده للشرعيه وتحديدا التجمع اليمني للاصلاح. نعم. نحن اقصد البلد هذه ضاعت من عمليه التصفيات والصفقات والتوفيقات التي تحصل، وهي للاسف لم تخرج بنتائج، لم يظهر هناك قادة نعتز بهم في الميدان سوى ثلاثة أربعة قادة هما يعني يعدون بأصابع اليد من الباردين، بينما الباقين أيضا لم يتحركوا بشكل جيد، لم يتم بناء قوات جيش وطني بمعنى قوات جيش وطني حقيقي فعلا مهني منضبط ملتزم. نستطيع أن نقول أن هذه القوات لا تدين بالولاء إلا للبلد أو من يدين بالولاء للبلد، لكن الآن لا يستاهل أن يأتي علي صالح الأحمر ويأخذ قوات الاحتياط وتمشي معها طبيعي جدا ولا في أي مشكلة، لأنه هذه القوات أيضا ليست لديها عقيدة قتالية حقيقية وليس هناك بناء حقيقي موجود، يعني هناك عملية عبث قائمة كبيرة جدا. وبالتالي ما حصل من قرار لتعيين علي صالح الأحمر هو ظن هذا السياق وهو تحصل حاصل ظن هذا موقف العبث الكبير الذي مستمر من ثلاث سنوات. أنا استغرب من الناس المتفاجئين على إيش يعني؟ هل لم يكونوا يتوقعوا قرارات مثل كذا بعد هذا يعني ايش واحد يسميه يعني نحن الان يعني واقفين في موقعنا نفسه ولم نتحرك اي تحرك. وبالتالي الان من الطبيعي جدا انه يجي النظام السابق والنظام السابق السابق ويجي توفيقات وتصفيات واتفاقيات ومصالحات وغيره 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 ويمشي علينا اي شيء الان، لانه نحن لم نكن جاهزين فعلا في هذه الحرب ولم نكن مسؤولين كفايه ولم نحارب بشكل جيد ولم نحافظ على قرارنا ولا على سيادتنا ولا على استقرارنا. للاسف حصل تفريط وحصل شراء ذمام وحصل بيع وحصل يعني حصلت اشياء كثيره خلال المرحله الماضيه هذه. لم يكن تعيين قرار تعيين علي صالح الاحمر هو الاسوء بينها، بالعكس يعني هو الان فقط كما قلت لك انه الان الشرعيه تحاول سحب البساط من تحت يد الاستقطاب الخارجي لمجامع علي عبد الصالح المتبقيه من خلال تعيين من يقبلون بالتعاون معها او الاحترام شرعيتها. اشكرك جزيل الشكر الصحفي واحمد شوقي. احمد كنت معنا من تعز، وعوده اخيره الى الناشط السياسي وسام محمد. وسام، سؤال اخير فقط، حاله الصمت وعدم وجود ردود الافعال المعارضه لهذه القرارات الاخيره وايضا القرار الخاص بتعيين علي صالح الاحمر لقياده الاحتياط من قبل الرئيس هادي سواء من الاحزاب السياسيه او حتى ممن هم في الشرعيه، كيف تفسره؟ اعتقد ان القرار هذا هو جاء في سياق
استثمار حالة الياس والإحباط التي أصبحت سائدة في الأوساط الشعبية. هذا القرار هو تتويج لخيانات وتواصلت خلال الثلاث الأعوام الماضية، وهو الآن يمعن في خيانة الخيارات الشعبية ويفتح حرام كان لازم معلق على الشرعية. على الجهة بالنسبة للقوى السياسية، لدينا قوى سياسية انتهازية، لدينا قوى سياسية عاجزة، لدينا قوى سياسية غير مدركة لمهامها ولطبيعة المرحلة، لدينا قوى سياسية خانت البلد وخانت واجبها وخانت كل شيء. لم يعد اليوم من المفيد التعود على الأحزاب السياسية. والحديث التاريخي وجرب الناس للجهات وأنه معظمة من خيارات سواء الفالح الأحمر، هذا كله يجب علينا أن نعرف أن قاموس الشعب سيرتضه، لأن الشعب مهما بدت الخيارات مسدودة أمامه إلا أنه يستطيع أن يبدعها وأن ينتقل من مستوى إلى آخر. ونحن نعرف اليوم لولا الناس ولولا تكاتفهم وتهدرهم للمقاومة السعودية لما كان عبد الرب منصور هذا اليوم لا زال يتمتع بهذه الامتيازات وإصدار قرارات من فنادق السعودية. يجب أن نعرف أن الخيار هو خيار الشعب وأن السيادة هي سيادة الشعب. ما هي الخيارات الآن التي تبقت لدى الشعب؟ وسام نختم بهذا السؤال، الخيارات التي تبقت لدى الشعب ما هي؟ الخيارات التي تبقت لدى الشعب الآن هو مقاسمته بحقيقة ما يجري، مقاسمته بحقيقة القوى السياسية وعجزها وفسادها دون مؤاربة ودون تحفظ، وأيضا كيف تتلاعب الشرعية بتضحيات ودماء الجبلين. هذه نقطة أولية وأساسية وهي تمثل لحظة بداية لأي فعل. علينا اليوم أن ندرك صحيح على الشعب لن ينتظر البعض، ولم تكن قواه الحية في أشكال تنظيمية تستطيع أن تعبر عن طموحات وتستطيع أن تبني خيارات جديدة، لكن الوعي دائما هو من يسبق الفعل. اليوم أمام قليعة فبراير مهمة صعبة وشقة وتتعلق بإنتاج رؤية وبرنامج واضح وفي مقدمة، لكن كذلك شان دعاية منظمة حول بؤس وعجز الأحزاب السياسية وحول فساد الشرعية وأيضا ارتهامها للخارج والحسابات الضيقة وبعد ذلك يمكن الحديث عن ما هي الخيارات البديلة. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي وسام محمد، وكذلك الشكر للناشط السياسي همدان الحقب كان معنا من القاهرة، وكذلك للكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله ورحمه.